عليكم شبابنا ودكاترتنا الحلوين والشباب الصاعد الواعد. عندنا كده تريكات صغيره واحنا في مجال التدريب الطبي على الالترا ساوند نسمعها كده من الانسه المهندسه منى شركه جي اي اركان، صح؟ عندها بعض الفوائد اللي تعم علينا واحنا شغالين الالترا ساوند. نسمع كده. احنا هي قلت لي في مشكله في الجهاز او نحافظ على البروب ازاي؟ هنحافظ على الجهاز ازاي؟ احنا اولا لو احنا في محافظات او في اماكن خايفين من ان الكهرباء بتعلق او بتوطى مره واحده، فده لازم نجيب يو بي اس او اجهزه بتحافظ على تردد الجهاز ثابت داخل الماشين عشان ما يحصلش عشان الباور بتاع الجهاز ما يضربش. دي نقطة مهمة جدا، بالذات الشباب اللي بيفتح عيادات بتبقى بره بعيدة عن القاهرة شوية، أو حتى في أماكن في بره مصر بيبقى فيها الكهرباء بتروح وتيجي كتير. تيك كير، ما تشتريش مكنة سونار إلا ما تشتري معاها حاجة اسمها يو بي اس، يعني حاجة بتحافظ على الانبوت بتاع الكهرباء بمستوى معين فما يبوظش بوردة الكهرباء اللي في الجهاز، بالبلدي كده. فتيك كير، ما تشتريش مكنة سونار إلا ما يكون معاها إيه؟ يو بي اس. خلاص بعد اذنك لو تصلحينا يا باشمهندسه، هو هل دي يو بي اس ان انتربتد باور سبلاي؟ هل كده؟ بحيث ان هو هيفضل كونتينوس حتى لو الكهرباء فيها مشاكل. بالظبط، ان انتربتد باور سبلاي. انا بس كويس جدا يا دكتور علي، دكتور علي حبيبنا وزميلنا من السودان. ان انتربتد باور سبلاي يعني عايز يقول ايه؟ وانا شغال على مريض اليو بي اس يساعدني ان انا ممكن اخلص الكهرباء يتني المكنه شغاله لحد ما اخلص الفحص اللي انا شغال فيه، صح كده؟ هو في نوعين، في نوع بيشحن عشان المكنه لو النور قطع مره واحده ما يفصلش الجهاز، تسيف الحاجات اللي انت عملتها. ممتاز. لا هو بالنسبه لاجهزتنا هي بتسيف، لكن انا بتكلم بشكل عام عشان الكهرباء ما تقطعش، فبالتالي تلاقي الجهاز فصل من حضرتك. هو في انواع في اليو بي اس حضرتك ده بتشتري المتاح بالنسبه لك، يعني هو اسعاره مختلفه حسب الوقت اللي بيقعده تقريبا. بس اهم حاجه بالظبط، بس اهم حاجه بالنسبه لنا انه هو بالنسبه للفولتج بالظبط. تمام. النقطه الثانيه، يبقى احنا كده خلصنا نقطه الايه؟ اليو بي اس، ما نشيش مكنه سونار بس سي تي اي مكنه تشتريها كله بحجمه طبعا. بنفتكر حاجه اسمها اليو بي اس، وخش على اليوتيوب واعرفوا يعني ايه يو بي اس، وافهموا واسالوا مهندسين وهكذا. هو بيبقى بحجمه بالكيلو على حسب استهلاك الماشين، ممكن في اجهزه صغيره بتاخد 3 كيلو، في اجهزه كبيره زي كده بتاخد 5 كيلو، في اجهزه اعلى من كده على حسب سحبها للكهرباء. دي نقطه. النقطه الثانيه ده تمام، ده نقطه الايه؟ اليو بي اس. و اي ثينك نقطع الفيديو كده كفايه، شكرا.